بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، هاي المحاضرة الثانية من المحاضرة الثانية من موضوع البرمجة بلغة السي بلس بلس. اليوم راح أبدي وياكم بموضوع احنا شارحي قبل، بس اليوم راح شوي نحتاجه، وأني همين أفترض أنه أنتو يعني بالإعادة إفادة ممكن نقطة مهمة أعيدها، هي الفلو شارت. الفلو شارت مثل ما تشوفون، هي إذا تشوفون هاي الأشكال اللي قدامكم، هاي الأشكال هي راح تساعدنا شلون نرسم أو الفكرة مال البرنامج. هسه أنتو ما أعرف ماخذيها قبل أو لا. مثلا احنا هنا عندنا بس تنويه بسيط قبل لا ابدي، هذا الشكل هنا دا تشوفوه، هذا هنا وين دا اشر، هذا الستارت والاند مال البرنامج، اي انبوت او اي اوتبوت شكله حيكون هذا قدامكم المتوازي الاضلاع. احنا اي بروسيس موجود هو يكون شكله مستطيل، هنا للديسيجن وهنا كونكشن. هسه ابسط انواع البرامج احنا عندنا، طبعا هاي انتو ما راح يعني هاي ما البرنامج ما له علاقة بيها، هاي فشي ممكن مرات نطلب من عندكم ان تكتبون الفلو شارت للبرنامج حتى نتأكد من الافكار اللي عندكم للبرنامج هل هي صحيحة، يعني مجرد بالامتحان نسألكم بها على الورقة تنكتب، مو بالبرنامج، ما له علاقة بالبرنامج. مثلا هنا draw the flow chart to complete the square shape area. square shape area احنا عندنا مساحة المربع، مساحة المربع شلون تنحسب، احنا ما عندنا طول الضلع تربيع، فشنو عندنا الانبوت. فهسه هنا هذا الشكل حيوضح البرنامج اللي راح ينكتب. اولا لازم ستارت، كل برنامج لازم يبدي بستارت، وراح ايش عندنا، احنا عندنا مساحة المستطيل، مساحة المربع عفوا، فنحتاج طول الضلع، فنكتب هنا انبوت او ريد كيفك، المهم هنا لينث، يعني من تخلي انت هذا الشكل اللي هنا معناها انبوت، معناها شيء انت تعرفه، وتعرفون انتوا اكو طرق هواي للتعريف، يعني اي طريقه ماكو اشكال، المهم تدخل انت اللينث. ورا ما تدخل اللينث هنا تشوفوا بروسيس، راح نبدي نحسب الاريا، وراها الاوتبوت هنا كاتب رايت اريا، انت تكتب سي اوت او تكتب كوبي كيفك اريا. فده تشوفون اول شيء دخلنا طول الضلع، حسبت المساحة، وثم سوينا لها يعني طبعناها زين، تنحسب ثم تطبع الى الخارج، اوتبوت يصير، فانبوت بروسيس اوتبوت والاند، كل برنامج ينتهي باند. فهذه احنا هسه بس تشوفها انت، مثلا مرات الامتحان نجيب لكم مثلا فلو شارت اقول لك اكتب البرنامج، فانت لازم من تشوف الفلو شارت راح تفهم بالضبط شلون شنو هو البرنامج، او بالعكس يجوز نجيب لكم برنامج ونقول لكم اكتبوا الفلو شارت. فهذه هنا أنا شويه نقطه مهمه اريد اوقف يمها قبل لا ابدي اليوم موضوع اليوم اللي هو making decision. خلينا نبدي اليوم بالميكينج ديسيجن، هاي المفروض انه انتم المحاضرة السابقة ما عندكم بها اي سؤال، ما حد طبعا كتب لي الا ناس بسيطين. هسه ميكينج ديسيجن شنو يعني ميكينج ديسيجن، ده تشوفون هنا أنا قبل شوية قلنا ميكينج ديسيجن هيك شكله، يعني هسه مثلا عندنا برنامج احنا نريد قبل شوية البرنامج اللي شرحناه مثلا تحسب مساحة، هو الفلو مال البرنامج هو دا يجي واحد ولا ثاني، بس مرات انت تحتاج البرنامج تسوي بيه تغير اتجاه البرنامج، مثلا تقول له اذا المساحة مثلا اكبر من 50 اطبعها والا لا تطبعها هيجي. فاكو يعني اكو ديسيجن، اكو قرار، يا اما يس والسير مال البرنامج حيعتمد على اما يس او نو. فهذا الإعاز هو نستخدم به، هذه الفكره نستخدمها إعاز اف، الاف ونخلي وراها الشرط، واذا يتحقق الشرط احنا راح يعني راح يدخل ورا الاف، اذا ما يتحقق الشرط راح يسوي له سكيب، راح يطلع منه. اوكي، فهنا دا تشوفون راح يجي هنا البرنامج، اذا مثلا شوف هنا الافرج هاي سكور، فاذا ترو يطبع مثلا كونجراتوليشن، اذا مو درجة عالية فراح يطلع. فمجرد هو
قرار انت تخليه، وسير البرنامج يعتمد على شنو الإجابة مال، يعني شنو القرار صح أو خطأ، وبناء على ذلك انت ايش راح تحتاج. راح تحتاج بس تعرف العلامات هنا اكبر اصغر. طبعا الاكبر هي مثل ما احنا نكتبها نفسها بالسي بلس بلس، والاصغر بينما الاكبر ويساوي الاصغر ويساوي شوية اختلاف، انه شوف greater than or equal to، هنا اكبر ويساوي، هنا اصغر ويساوي، الايكوال اليساوي، اليساوي طبعا بالاف كونديشن ما راح تكتب يساوي وحده، راح تكتب لازم اثنين على مود يطلع يساوي. واضحه؟ هاي كلش ضروريه انه انت تكتب اليساوي اثنين يساوي مو وحده. not equal to هذه علامه هاي تعجب يمك، واليساوي فهاي لازم تكون واضحه عندكم حتى تقدرون تسوون الكونديشن الشرط. زين شلون هسه احنا هعطيكم امثله عليها. شلون مثلا اكبر من واي، هيك تنكتب اكس اكبر من واي، هاي معناها هيك، هذا يسموه اكسبريشن، اي معادله اي رموز يسموها اكسبريشن بالسي بلس بلس. فهذا الاكسبريشن مثلا اكس اقل من واي هيك ينكتب، هاي معناها، هاي المعنى هنا كاتبه لكم اياه. هاي اكس اكبر ويساوي واي، اكس اصغر ويساوي واي، اكس يساوي واي، واكس لا يساوي واي. اف اكس لا يساوي واي فاذا هسه اوكي صار كله معلوم الاكبر والاصغر شلون، وبطيتكم امثله عليها. هسه راح نيجي على هذا البرنامج. هذا البرنامج عندنا 3 درجات نحسب مالتها المعدل. اذا المعدل اكبر من 95 فنطبع بالنتيجه كونجراتوليشن، اذا اقل من 95 فما راح ينطبع الكونجراتوليشن. فراح نيجي هذا البرنامج راح نتبعه. طبعا احنا قلنا اي سلاشات اثنين، هاي 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 ما راح تدخل بالبرنامج. اوكي فنجي هنا اولا انكلود اي او سيستم، انكلود سيستم حكينا عليها، اللايبراري لازم موجوده باول يعني اسطر من البرنامج، وراها الانتجر مين راح نجيب على المين فانكشن، شبيه المين فانكشن. هسه احنا عندنا دخلنا انتجر اللي هو كونستانت، زين يعني ما راح يتغير، اسمه هاي سكور. عرفنا انتجر اسمه هاي سكور، هاي سكور ايش قد درجته؟ 95، يعني عرفناه انطيناه مالته النوع وعطيناه قيمته ايش قد. هاي بهاي السطر نوعه انتجر وقيمته 95 وهو اسمه هاي سكور. وراها اجينا على متغيرات هي سكور 1 سكور 2 سكور 3، يعني مع الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، وانطيناها نوع انتجر. هذا انت دا تعرف ثلاث ثري فاريبل، ثلاث متغيرات قد تعرفها بهاي الشكل، او قد تعرفها مثلا انتجر سكور بعدين تخلي هنا الفارزه المنقوطه وترجع انتجر سكور 2 فارزه منقوطه وترجع انتجر. على متختصر ثلاثتهم تعرفهم بسطر واحد، ممكن تعرفهم باستخدام فارزه غير منقوطه، هاي معناها كلهم انتجر وتنهيها بفارزه منقوطه. اوكي وراها عرف، ورا ما عرفنا هذين ثلاث متغيرات اللي هي انتجر، نعرف متغير رابع هو دبل. هسه احنا عرفنا هنا انتجر هاي سكور، وهنا أنا انتجر سكور 1 سكور 2 سكور 3. هسه احنا عندنا دبل هو افريج، اكو متغير نوعه دبل، تعرفون انتم شنو يعني دبل؟ دبل اسمه افريج. هسه خلصت بارت التعاريف، البارت مال التعاريف انتهى بالبرنامج. نجي وراها كل شيء تعرف، نجي وراها هاي لترتيب البرنامج سي اوت انتر 3 تيست سكور اند اي ويل افريج ذيم. هاي العباره تطلع، راح تطلع بالشاشه السوداء، وراها حتبدي تدخل الثلاث درجات، ثلاث درجات سكور 1 سكور 2 سكور 3. اوكي تطلع هاي بالشاشه السوداء، وراها حتدخل انت مدام سي ان، يعني راح تدخل سي ان، راح تدخل من الشاشه السوداء، حتدخل من الكيبورد، راح تدخل ثلاث متغيرات. ورا هاي ثلاث متغيرات ايش راح تسوي؟ راح نحسب الافرج. اوكي نحسب الافرج، الافرج هو سكور 1 سكور 2 سكور 3 على 3. المعادله طبعا مال المعدل كل واحد يعرفها، هاي ما تنطي، هاي انت تعرفها. وراها ورا ما تنحسب، هسه احنا نريد نحسب صار البروسيس، نانا البروسيس. وراها راح نطلع الافرج، نطلعها طبعا بعاز السي اوت ذا افرج your average is الافرج، وهنا end l يعني انتهى السطر، هذا يطلع على سطر واحد.
وراها ما ينحسب، وطلع يقول لك اذا الافريج اكبر من الهاي سكور وراها شنو تخلي سي اوت كونجراتوليشن، اذا اكبر من 95 راح تطبع ويا الدرجه كونجراتوليشن بالسطر الاخير تطلع ذاتس هاي سكور اوكي، واذا اقل من 95 ما راح تطلع. هسه راح نجي احنا هذا طبعا راح نجي هذا الإعاز ننفذه قدامكم، واتمنى كلكم تنفذوه بالبيت. هذا برنامج قديم ممكن نشيله. هسه هذا البرنامج نجيبه. برنامج شوية نراد للترتيب، ما إشكال نرتبه. هسه هاي أول مرة library، بعدين الانتجر مين، هسه هاي هنا الكونستاد، التعاريف هنا كلها موجودة، هذه التعاريف خلصنا منها عرفناها، وراها هاي سي اوت، ثم ندخل ثلاث أرقام، ثم نحسب المعادلة، ثم نسوي لها سي اوت للنتيجة، ثم هذه الاف، والبرنامج هاي كمل. اوكي هسه هذا البرنامج سيف اول مرة، سيف وراها نشوف، وراح نشوف هل انا طبعا عدلت البرنامج يجوز باخطاء، طبعا ما بي اي اخطاء، ايرور زيرو. اوكي نجي ننفذ البرنامج run، ده تشوفون طلاب هسه هاي مثلا enter the test score and I will object. كيف اول مرة خلينا ندخل مثلا جوا 95، خلينا نشوف يطلع شي مثلا 50 enter، 60 انتر، 90 انتر، طلع المعدل بدون ان يطلع عبارة congratulations. نرجع مرة ثانية ننفذه مرة ثانية، حننفذه مرة ثانية نعطي درجات اكثر من 95 مثلا 98 99 و 97. ده تشوفون طلاب اول شي طلعت هاي العبارة، درجات 3 دخلناها، وراها يطلع هذا السي اوت يور افريج از، طلع الافريج، وراها كونجراتوليشن طلعت العبارة. ليش؟ لانه تحقق الشرط، يتحقق الشرط يعني تدخل بال يعني ما بعد الاف او يسوي له سكيب. اوكي نرجع للمحاضرة، أتمنى هاي واضحة طلاب. هي if هاي بيها statement واحد، يعني إذا بيها أكثر من statement ممكن نفتح قوس هنا مثل integer main. أوكي هسه هذا البرنامج إذا تحقق الشرط يعني يدخل بالوراها الستيتمنت، اذا ما يتحقق فراح يسوي الاسكيب. هنا عندنا راح تجي حالة ثانية من الاف، اف الس، اذا يتحقق الشرط فراح يدخل بالستيتمنت الاول، اذا لم يتحقق فانت حتخلي الس، يعني اذا ما يتحقق الشرط راح يدخل بثاني بستيتمنت ثاني، وهاي من اف يعني لازم يا اما الاول يصير او الثاني يصير، هناك يا اما يصير او ما يصير، يعني مثلا اذا حقق الشرط يصير الستيتمنت او ما يصير، هنا لا اذا ما يصير فحيكون ستيتمنت ثاني. اوكي يعني حيصير تو ستيتمنت، اذا يتحقق الشرط يدخل بالاول، اذا ما يتحقق فحيفوت بالالس، الالس بدون اي شروط. هسه حنيجي هنا، احنا عندنا شوي اشرح لكم على هذا اكزامبل، انطيكم عليه مثلا. هنا راح عندنا ارقام راح نفصل الزوجيه عن الفرديه. اوكي
هنا حتيجي هنا البرنامج حشرح لكم اياه هنا اول مره. عندنا هنا اللايبراريز انتجر مين، حتي نطب المين فانكشن. هنا اكو انتجر فاليو اسمه نمبر، هذا نمبر شو اسمه ما لق ما لق يعني بس نوعه متعرف يعني ما له قيمه بعدنا، بس عرف انه اكو انتجر. زين بعدين هنا انا سي اوت حتطلع بالشاشه السوداء، انتر ان انتجر اند اي ويل تيل يو اف از اود اور ايفن. يعني هاي حتطلع بسطر وهاي حتطلع لانه اكو هنا ان سلاش ان، معناها هذا بسطر وهذا حيطلع بالسطر الجوا. وراها انت حتدخل اي رقم، من تدخل اي رقم حيصير الاف، نكتب الاف اذا النمبر هاي المودولو، تعرفون شنو يعني موديلو؟ موديلو 2 يساوي 0، هاي معناها هذا الرقم اذا يتقسم على 2 هذا الموديلو حيعطيك باقي القسمه. يعني مثلا نقسم الرقم على 2 اذا طلع 0، اذا الموديلو مال النمبر يساوي 0 معناها هذا زوجي، معناها حيدخل هنا النمبر از ايفن. اذا يطلع له قيمه يعني مثلا تقسم على 2 يطلع له اي قيمه، ناتج القسمه ب رقم ما يساوي 0 فهذا حيكون اود. فهذا اذا يتحقق الشرط حيدخل بالايفن، اذا ما يتحقق حيفوت اللي ورا الالس، حيفوت حيصير اود. اوكي هسه راح نشوف. ثاني خليت على جهه هذا البرنامج، هنا الصوره نجيبه نشيل البرنامج القديم ونخلي البرنامج الجديد مترتب. شرحه مره ثانيه، هاي لايبراري، هاي فاريبل انتجر، وراها ندخل الفاريبل ونشوف نستخدم اعاز هذا الموديلو، يعني قسم على 2 اذا اكو باقي فهو اود، اذا ماكو باقي فهو ايفن. نجي ننفذ البرنامج، اولا سيفنج سيف، وراها كومبايل، اكو ارر وحده، نرجع نعدل، نرجع البرنامج، اكيد اكو شو اسمه القوس النهائي ما موجود. اوكي القوس النهائي مال انتجر مين ما موجود، نرجع نسيف سيف كومبايل، هسه زيرو ايرور عندنا، وراها ديباج ران. خلينا نشوف ندخل اي رقم، مثل ما قلت لكم هذا طلع بسطر وهذا طلع بسبب وجود سلاش ان، طلع هذا بسطر وهذا طلع بسطر ثاني. هسه راح ندخل الرقم كيفكم، مثلا 7، شو يطلع 7 هو فردي. ننفذ مرة ثانية 8 مثلا، ها ما يصير، لازم مرة ثانية نسوي، اكو برامج يصير بيها. على كل هسه مثلا 8 even، فتدخل رقم حيقول لك هو زوجي او فردي. اوكي هسه هذا سوينا الاف، هسه والاف الس، هسه راح نجي نشوف. هسه هاي نفذت لكم يعني ما اخذت لكم الصوره، اتمنى الكل تنفذه. نجي على ثاني يعني الصوره الثانيه لاف، احنا عندنا اف الس اف، شنو هذه؟ هاي معناها انت قبل شوي اخذنا اف واخذنا اف الس، هسه اريد يعني مثلا شروط ثانيه، يعني مثلا الشرط اذا يتحقق، اذا ما يتحقق مو يروح للالس، اريد شرط غيره، مثلا شرط غيره اذا يتحقق يدخل بي، اذا ما يتحقق يجي يدخل بالالس. طلاب هاي ال else if قد تكون مثلا مو هاي وحدة اثنين، وقد تكون ثلاثة أربعة خمسة، شقد أنت شروط تريد تخلي، ممكن تطول السلسلة مالتك مال ال if، يعني ممكن تكون if else if وحدة else if اثنين ثلاثة أربعة حسب البرنامج اللي أنت عندك. فهاي مو شرط أنه مثل يعني two expression، ممكن أكثر، بس انت لازم تخلي ببالك شغله مهمه كلش، انه من الاف من يبدي هنا يعني الاف
وينتهي لازم يطلع من عندها ستيتمنت واحد، يعني شرط واحد يطلع من عندها، بروسس واحد انت تسوي، مو من كل واحد يطلع. يعني مثلا وين ما يتحقق الشرط فهاي كلها راح تلغي، اذا تحقق هنا فبعد ما يدخل بالبقيه، اذا يتحقق بال else if فما راح ما عليه بعد بال else، وما له علاقه باي شيء، يطلع من عندها فقط ستيتمنت واحد. وراح نيجي هنا هاي مثلا هنا أنا. خل نشوف هذا البرنامج هنا أنا. احنا انت حتدخل سكور، اذا السكور اكبر من 90 مثلا يخليك اي، اذا ما اكبر من 90 حيجي اكو اف ثانيه، اف الس اف ثانيه، اذا اكبر من 80، اذا اكبر مثلا يتحقق الشرط فيقول لك انت بي، اذا ما يتحقق حيروح على ثالث، الس اف ثالث، else if ثالث، إذا سكورك أكثر من 70 فحتى حتكون سي، إذا ما يتحقق هذا الشرط حتروح else if رابع، إذا أكثر من 60 فأنت حتكون دي، وإلا إذا هذه إذا يعني معناها إذا مو أكثر من 60 فأنت من فئة F. أوكي هذا البرنامج ده تشوفون كم else if هذا هسه. هيا أنا البرنامج خلي شوية أشرح لكم إياه. هنا يمنا اولا مرة تخلي ال libraries، وراها نجي هنا الانتجر مين، دا نشوف هنا احنا اولا راح نعرف هو شنو هو سكور اي، هو 90، سكور بي 80 الحد يعني اللي راح نقارن بيه، سي هو سكور سي سكور هو 70، دي سكور هو 60. نجي هنا طبعا نعرف تيست سكور هو انتجر، سي اوت انتر يور نمبر تيست او نمبر تيست سكور اند اي ويل تيل يو ذا لتر جراد يو ارند، ندخل الدرجه، دخل هنا تيست سكور سي ان يعني دخل بالشاشه السوداء، وراها حيجي قارن، اذا هاي تيست مثل ما شرحت لكم قبل شويه اكبر او يساوي اي فانت راح تاخذ جريد اي، else if إذا أكبر من B راح تاخذ أكبر من 80، هنا أكبر من 90، هنا أكبر من 80 فراح تكون أنت من B، else if C فراح يكون أنت من grade C، else if أخيرة شوف كم else if ثلاثة عندنا D فأنت من grade D، وإلا else هذا بدون بشرط، إذا ما تتحقق هاي الشروط كلها يلا يجي على else، وإذا يتحقق أي شرط من هذين الشروط فما له علاقة ب else بعد ما يدخل. فمن هاي الهوسة راح تدخل درجة راح تعرف انت بالضبط يا سكور A B C لو D لو F بس. خلينا نجي نشوف هذا هيانا البرنامج. برنامج بس شوي راد له تعديل هذا هنا أنا. اوكي هسه نجي خلينا نسيبه ونشوف اذا بي ايرور، ماكو اي ايرور، نجي نكمل نسوي الديباج الرن، نسوي الرن هسه دخل اي درجة مثلا 8 بي زين، خلينا ندخل مثلا 50 خلينا نشوف حتى يدخل بالالس اف. شوفون طلاب هسه طلاب احنا عندنا شرط شلون نسوي الاكسبريشن، اذا تشوف يعني ما عندنا بس شرط واحد، اذا تقدر اثنين شروط تخليهم سوا ممكن انه تخلي اثنين شروط سوا، هاي الحالة اذا تخلي اثنين شروط سوا راح تستخدم الاند،
الآن هاي علامة اللي هي تشوف انت بالكيبورد، أنا عندي شيفت 7، توعدكم شوفوا انتوا وين موجودة، ويا الأرقام موجودة شيفت وهذا الرقم، وهاي معناها أور، هاي خطين اللي أنا عندي هنا بصف الدال، هذا هاي الخطوط الموجودة، وهاي علامة التعجب معناها نوت. مثلا هنا ايش عندنا، مثلا if temperature أصغر من 20 and minutes أكبر من 21 سياو the temperature is danger zone. فإذا تشوفون هنا الشرط الأول هذا والشرط الثاني هذا وبيناتهم and، الاند معناها الشروط اثنيناتهم تتحقق، لازم الأول يتحقق والثاني يتحقق. أوكي، إذا مثلا أول تحقق والثاني تحقق ما يدخل بالإف، ما يدخل، فلازم اثنيناتهم متحققة هاي إذا تخلي أنت أند، بينما إذا تخلي البقية لا، الأور الأور وحدة من عندهن تتحقق، ممكن الشرط الأول أو الثاني، نات معناها هذا ما يتحقق حيدخل بالإف. أوكي، سهنا أنا مثلا دا تشوفون هنا الأند، أنا قلت لكم لازم اثنيناتهم ترو يلا يدخل، بينما اي وحدة من عندهم فاص، هذه فاص او هذه فاص او اثنيناتهم، فما راح يدخل الستيتمنت، ما راح يتحقق. وهنا انا عندكم الاكزامبل تقدر انت تسويه بالبيت ان شاء الله، اني بالمحاضرة الجاية راح شوية اوقف يوم هذا واعطيكم بعد اكزامبل. اتمنى استفاديتوا من محاضرة اليوم، راح اخلي لكم كويس ثاني، انا ما اريد افوت بالمادة كلش لانه اريد شوي شوي وياكم، فان شاء الله على المحاضرة الثانية همين المحاضرة الجاية راح اشرح لكم بعد على الاند وعلى الاور واعطيكم مور اكزامبلز، وان شاء الله تفتهمون وياي، وان شاء الله هاي الطريقة يعني نقدر نتواصل بها وتقدرون تفتهمون بها. شكرا.